نبدأ هلا في موضوع كثير مهم، طبعا له تطبيقاته المختلفة في معالجة الصور الرقمية، اللي هو البيكسل نيبرز أو تجاور البيكسل. طبعا واضح من التسمية اللي هو التجاور، أو بمعنى آخر البيكسل وجيرانه. طبعا إحنا في مثل عربي بقول إذا أو اسأل عن الدار عن الجار قبل الدار، على أساس طبعا هون يكون تقريبا في المواصفات الجار إلى حد ما قريبة من المواصفات تاعك، أساس تقدر تتفاهم معه مستقبلا. بالنسبة للصورة الرقمية، إحنا عندنا أي بيكسل في الصورة الرقمية في له مجموعة من الجيران أو البيكسلز المجاورة لهذا البيكسل. طبعا هاي مجموعة التجاور يوفي إذا كان البعد واحد، عدد البيكسلز المجاورة بيكون مساوي لثمانية بيكسلز. طبعا إذا كان إحداثيات هذا البيكسل معروفة، مثلا اي جي إحداثياته بسهولة ممكن نعرف إحداثيات الجيران الأخرى. طبعا هذا البيكسل واقع مع هذا البيكسل على نفس السطر، شو اللي بيختلف العمود، معناها بده يكون احداثياته هذا اي فاصلة جي ناقص واحد، هذا بده يكون نفس السطر اي جي زائد واحد. مثلا هذا لو على فرض من هون الزيرو زيرو بخلونا احنا، هذا بده يكون عبارة عن اي زائد واحد جي زائد واحد. مجموعة الجيران هاي اللي هي الثمانية يقسم إلى two subsets. المجموعة الأولى بسموهم ال N4 neighbors أو مجموعة ال N4، هاي اللي هي ال neighbors اللي واقعة رأسيا، عفوا أفقيا ورأسيا. طبعا اللي هم هذول الجيران، هذا الجار وهذا وهذا الجار وهذا الجار. في عندنا ال ND، هل نبين ال N4؟ هاي ال N4 neighbors، مجموعة الجيران أربعة، وهي مجموعة ND الموجودين على إيش؟ الأقطار، هاي القطر وهذا القطر. طبعا زي ما حكيت أنا في هذا المستوى الأول، إحنا في الغالب أكثر شيء تطبيقاتنا راح تكون على ليفل الأول، ممكن نأخذهم على 2 ليفل 3 ليفل، ما بتفرق ما بتفرق، نفس الآلية. المهم نعرف إحنا إيش الإحداثيات. هذا البيكسل إكس واي إحداثياته، معناه هذا إكس واي ناقص واحد، هذا إكس واي ناقص اثنين، هذا إكس واي واحد، هذا إكس واي زائد اثنين، وهكذا لي كافة الإيش البيكسلز الأخرى. بهمنا إحنا البيكسلز أو الجيران في تحديد ما يسمى بالاتصال أو التواصل. التواصل لو فرضنا عندنا في هاي إيمج أو جزء من إيمج، بنقول إنه two pixels are connected, are N4 connected if pixel 2 is from the set of the N4 neighbors. يعني لما مثلا لو بدي اجي اشوف هذا البيكسل هل هو متجاور مع هذا، هنشوف بنستخدم ال N4 connection. هذا مع هذا N4 لانه من مجموعة ال N4، هذا مع هذا N4 معنى هذا البيكسل مع هذا البيكسل في بينهم connection من نوع ايش؟ 4 connectivity. ال 8 connectivity اللي هي بده يكون من ال 8 neighbors، يعني هذا البيكسل مع هذا البيكسل نشوف هل هو ان 8 connected. مع هذا اوكي، مع هذا اوكي، هذا مع هذا اوكي، اذا هذا البيكسل 8 connected مع هذا البيكسل. نفس الشيء ممكن احنا نقول في مسار، نحدد الباث، نقول هل في باث مثلا من هذا البيكسل لهذا البيكسل اذا استخدمنا الفور كونكشن. طبعا هذا مع هذا اوكي، هذا مع هذا اوكي، هذا مع هذا اوكي، اذا الان 4 باث ما في بين بيكسل هذا وهذا البيكسل. بينما لو اخذنا الان 8
لان ايت كونكت كونكتيفيتي هذا مع هذا كونكتد مع هذا كونكتد مع هذا كونكتد. اذا في عندنا باث من هذا المسار من هاي البكسل لهذا البكسل. هذا الحكي بالنسبه للباينري ايمج. يعني لو اخذنا هذا المثال مثلا هذا المثال عباره عن باينري ايمج في مجموعه من الوانز معلمه بالاحمر والاخضر والازرق والسماوي هذا، ونشوف كم عدد الاوبجكتس هون. طبعا الاوبجكتس تعريفه اللي هو مجموعه من البكسلز المترابطه مع بعضها البعض اللي هي set of connected pixels. طبعا هون الكونكتيفيتي ممكن اخذها على اساس الفور كونكتد او الايت كونكتد. لو اخذنا الفور كونكتد او الفور كونكتيفيتي معنى هذا الايمج راح يكون في هذا one object، لانه هذا ان فور مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا الى اخره. بينما مع هذا البكسل الفيش ان فور كونكشن معنى هذا one object. قديش الحجم تاعه؟ الحجم تاعه اللي هو عدد البكسلز اللي هي 3 6 7 بكسلز. هذا الاوبجكت هذا كلهم ان فور كونكتد، اذا هذول كلهم بشكل وان اوبجكت مع هذا فيش كونكشن لانه بنحكي عن الان فور. هذا لحاله راح يكون وان اوبجكت، وهذا الاخر هو الاخر لحاله راح يكون وان اوبجكت. لو اخذنا الان 8 كونكتيفيتي هلا هذولا مع بعضهم كلهم ان 8 مع هذا ان 8 ان 8 مع هذا ان 8، اذا هذا كله الوانز راح تشكل وان اوبجكت. هذا لحاله لا، حتى هذا مرتبط مع هذا، اذا كلهم الوانز راح تشكل وان اوبجكت باستخدام الان 8 كونكتيفيتي. إذا كان الإيمج جري ساعتها إحنا هون الباينري إيمج، كنا الباينري إيمج باينري إيمج القيم هي 0 يا 1. بالجري إيمج بدنا نحدد مجموعة من القيم اللي بناء عليها إيش إحنا نحكم إنه في تجاور أو ما في تجاور، في باث أو ما في باث، في كونكتيفيتي او ما في كونكتيفيتي. هاي بنسميها احنا الرينج في. مثلا لو جينا مثلا قلنا الرينج 1 و3 و5 معناه لازم نطبق ال N4 او ال N8 وتكون قيم البكسلز من نفس الرينج. يعني اذا هذا البكسل مثلا قيمته مثلا خلينا فرضنا انه الرينج 6 و7 هذا قيمته مثلا 6 وهذا البكسل قيمته 5 معناها باي ديفولت لانه الخمسة مش داخلة ضمن ايش الرينج ساعتها بيكون فيش كونكتيفيتي ما بين التو بكسلز. طبعا يفترض القيم تكون البكسل الاول والبكسل الثاني ضمن القيم المعطاة او ضمن الرينج في. طبعا هذا الرينج في ممكن يحدد من قبل ايش المستخدم. مستقبلا احنا راح نرجع كثير للكونكت للبيكسل نيبرز. طبعا البيكسل نيبرز لها تطبيقات في الايمج فلترنج او في فلترة الصور، لها تطبيقات في اكتشاف الاوبجكتس واكتشاف الحواف اللي هي الايدجز، لها تطبيقات في عمليات تشكيل الصورة أو المورفولوجي، لأنها كلها هاي العمليات مبنية على أساس إيش النيبرز، قيمة النيبر وقيمة البكسل نفسه. طبعا أنا حكيت بالبداية مثال عفوا مثل قلت إنه الجار قبل الدار، فيفترض مثلا لو كان عندي هذا بكسل قيمته مثلا خلينا نقول 200
وبقية البيكسلز الأخرى قيم الانتنسيتي تاعها أقل من 50. معناها الـ200 هاي راح تكون غريبة عنهم، معناها هاي الـ200 ممكن تكون عبارة عن نويس. هذا النويس لازم إيش نشيله، هذا بسموه الـ High Value Noise. لو افترضنا مثلا كانت قيمته هذا متدنية، خلينا نقول 10 فرضا، وقيم البيكسلز المجاورة اللي هي خلينا نقول 150 وطالع، ساعتها هاي الـ10 راح تكون غريبة شاذة. معناها هذا الشذوذ ممكن أنا أعتبره إيش؟ نويس. ممكن هذا النويس نعالجه أو نخفف منه طبعا باستخدام عمليات راح نتطرق إليها إحنا في المحاضرات القادمة، سواء كانت عمليات فلترة أو عمليات تشكيل لعمليات المورفولوجي. هاي ممكن تطبق باستخدام مفهوم اللي هي البيكسل نيبرز، وتعالج قيم أو قيمة البيكسل بناء على العملية المنفذة، سواء كانت عملية فلترة أو عملية تشكيل إلى آخره. هاي موضوع النيبرينج، وزي ما حكيت أنا راح نرجع له إحنا في تطبيقات منوعة، وراح نظل نستخدم أو نلجأ إلى التعامل مع البيكسل والبيكسل نيبرز. طبعا المادة راح تكون موجودة على ريسيرش كيت. يعطيكم العافية وشكرا وإلى اللقاء.